الفاتحة لسيدنا مولانا عبد الله الصديق الغماري ولأرواح آبائي وأجدادي ومشايخي والتلاميذ في موليدهم ومحبيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب تحفة الأحوال لشرح جامع الترمذي للإمام المبارك الوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين. الباب 37 من الكتاب 49 كتاب المناقب، باب مناقب سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. بإسنادنا المتصل عن شيخنا جزاهم الله عن خير الإمام الترمذي في جميع الحديث 12 بعد 803,000، يقول: حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو محيات يحيى بن يعلى بن عطاء عن عبد الملك بن عمير عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان، يعني ساعة لما حوصل سيدنا عثمان في بيته في المدينة، جاء عبد الله بن سلام فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نصرك. قال: اخرج إلى الناس فاطردهم عني، فإنك خارجا خير لي منك داخلا. فخرج عبد الله إلى الناس فقال: أيها الناس، إنه كان اسمي في الجاهلية فلان، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، ونزلت في آيات من كتاب الله فنزلت فيه، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ونزلت في: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن لله سيفا مغمودا عنكم، وإن الملائكة قد جاورتكم في بلدكم هذا الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله الله في هذا الرجل أن تقتلوه، فوالله لئن قتلتموه لتطردن جيرانكم الملائكة ولتسلن سيف الله المغمود عنكم فلا يغمد عنكم إلى يوم القيامة. قالوا: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. ده الجيش بقى الهمج، هو بيعرفهم بنفسه لأن كان جيش همج جاي من قبل مصر، ما يعرفش ايه يعني سابقة الصحابة، ولا يعرف حتى مين سيدنا عثمان ده، ولا شكله ايه حد، لو قابله في الشارع ما يعرفوش، ولا يعرفوا مين سيدنا علي، ولا شافوه، ولا يعرفوا هؤلاء الصحابة الكبار. فوقف يخطب فيهم وعرفهم بنفسه أولا وتكلم، فأول ما خلص كلامه شوية الهمج بقى قالوا ايه: اقتلوا اليهودي واقتلوا عثمان. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث عبد الملك بن عمير، وقد روى شعيب بن صفوان هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير فقال: عن ابن محمد بن عبد الله بن سلام عن جدي عبد الله بن سلام. قال: عن ابن أخي عبد الله بن سلام قال: لما أريد قتل عثمان، إلى آخره. تقدم هذا الحديث مع شرح في تفسير سورة الأحقاف، وعنه به قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد ابن عميرة قال: لما حضرت معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما من من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك 3 مرات: والتمس العلم عند 4 رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام
الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. وفي الباب عن سعد قال وهذا حديث حسن غريب. قول حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن يزيد بن عميرة بن عميرة عن يزيد بن عميرة بفتح العين الحمصي فوق ايه مشكله بالتصغير عميرة، وفي الشرح بيقول بفتح العين، يبقى لو فتحنا العين هنكسر الميم يبقى عميرة. وقيل غير ذلك ثقة من الثاني. قول يا أبا عبد الرحمن كنية معاذ، إن العلم والإيمان مكانهما أي في مكانهما، من ابتغاهما أي طلبهما، والتمسوا العلم أي اطلبوه، أو المراد من العلم علم الكتاب والسنة عند أربعة رهط أي نفر، والرهط ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. عند عويمر بفتح العين عوي بضم العين، عويمر بضم العين وفتح الواو مصغرا اسم أبي الدرداء الذي كان يهوديا فأسلم، ده هو أي عبد الله بن سلام. صفة كاشفة، قال الطيبي ليس بصفة مميزة لعبد الله لأنه لا يشارك في اسمه غيره، بل هو مدح له في التوصية بالتماس العلم منه لأنه جمع بين الكتابين. إنه أي عبد الله بن سلام عاشر عشرة في الجنة، أي مثل عاشر عشرة ونحوه أبو يوسف وأبو حنيفة، إذ ليس هو من العشرة المبشرة. كذا ذكره مرت. وهو قول الطيبي، أو المعنى يدخل بعد تسعة نفر من الصحابة في الجنة، ذكره السيد الجمال جمال الدين. قال القاري وفي أن يلزم تقدمه على بعض العشرة، فلعله العاشر من الذين أسلموا من اليهود أو مما على العشرة المبشرة فيدخل الجنة بعد تسعة عشر من الصحابة. قوله وفي الباب عن سعد أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفي عاصم بن بهدلة، وفي خلاف وبقية رجال ورجال الصحيح. قول هذا حديث حسن غريب وأخرجه النسائي. الباب الثامن والثلاثين، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يسمع القرآن غدا طريا فليسمعه بقراءة ابن أم عبد. ونسب إليه أنه أنكر قرآنية المعوذتين، وهذا خطأ، هو لم ينكر قرآنية المعوذتين، ولكن هو قال اعتبر أن القرآن آخره سورة الإخلاص على اعتبار أن سورة المعوذات من القرآن ولكنها دعاء وليست في المواضيع الكبيرة، لكن المواضيع الكبيرة الهامة آخرها الإخلاص. فالناس فهموا غلط أنه أنكر القرآنية، لا أنكرهاش، يعتبر أنها قرآن ولكنها دعاء، قرآن ولكنها ليست ليست يعني في المواضيع الكبيرة، لأن جاء القرآن بتعريف الناس بالله وبتعريف مطلوب الله من الناس وبوعظ الناس للوصول إلى هذا الأمر. فهو دي خلاصة القرآن. فالمعوذات اعتبرها أنها، ولذا لم يثبتها هو في قرآنه على اعتبار أنها محفوظة عند كل الناس، لم يثبت، مش معنى أنه أنكر القرآنيات لأنه لم يرد جمع القرآن، لكن عامل قرآن خاص به كتبه، يقول لك أصل ما كانش كاتبها القرآن يبقى أنكر القرآن، يبقى كفر، ما هو اللي ينكر قرآنيته كافر، محدش قال أنا عبد الله بن مسعود يبقى كافر. لكن للأسف يعني هي طعن في سيدنا عبد الله بن مسعود طعن مالوش لازم، هو من العلماء الكبار، واسناد المذهب الحنفي كله الى عبد الله بن مسعود، اسناد المذهب الحنفي كله، كان فقه عبد الله بن مسعود تطور وصار في صوره الفقه الحنفي، وفقه سيدنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس تطور وصار فقه الامام الشافعي، لان اسانيد الامام الشافعي الى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس دي اسانيده، وزيد بن زيد. ففقه هؤلاء الكبار من الصحابة هو اللي تطور بعد ذلك وانتشر مزيد عند المسلمين. وفقه الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد بن حنبل هو إلا مجموعة من فقه الإمام الشافعي وفقه الإمام أبو حنيفة.
ده فقه الإمام أحمد بن حنبل. وفقه الإمام مالك عن طريق ابن عمر. واضح تلاقي كل المذاهب دي كلها أصلا عبارة عن مذاهب الصحابة نشروها هؤلاء العلماء فنسبت إليه، ولكن هي أصلا هذا ما فهمه الصحابة عن رسول الله تطبيق لهذا الدين العظيم. الشافعي عن عبد الله بن شيء، الإمام الشافعي عن نافع، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، واخد بالك؟ وعن